معانا على التليفون دكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة. أهلا بيك يا دكتور نيفين. مساء الخير يا أستاذ يوسف. مساء النور. كل سنة وحضرتك طيبة أولا يا فندم. وحضرتك طيب وبخير. ربي يخليك. دكتور نيفين، موضوع الاستوديو إيه اللي حصل؟ محتاجين إن احنا نفهم من حضرتك. طبعا قبل أي حاجة الحمد لله إن مفيش خسائر في الأرواح ولا إصابات بالغة، ولا يعني الناس بخير الحمد لله، وده اللي طبعا اللي عايزة بس أصلح معلومة يا أستاذ يوسف مهمة جدا، إن الاستوديوهات والمعدات لم يمسها أي شيء خالص. كل اللي اتحرق ديكور خارجي لحارة مصرية، منطقة شعبية زي ما باين كده في الصورة على الشاشة، أرض فضاء جوه المساحة بتاعت الاستوديو مبني فيها ديكور لحارة شعبية منذ عام 86. عظيم. هذا الديكور لما شركات الإنتاج بتأجر المكان ده علشان تصور فيه بتجدده على حسابها، فده مش من تكاليف وزارة الثقافة أو الشركة التابعة لإدارة الأصول السينمائية. آخر وقت خرج فيه الفنانين والعمال من الموقع أو اللوكيشن بتاع التصوير كان 1:15 وتم فصل الكهرباء، وفوجئنا فجرا بالخبر بتاع إن في حريقة كبيرة جدا حصلت. وطبعا يعني زي ما حضرتك شايف كده وزي ما الإعلام ورى الناس كلها، كان في سيارات إطفاء وكل المسؤولين المهمين طبعا على رأسهم دولة رئيس الوزراء ومحافظ الجيزة ومدير الأمن ومدير التربية المحلية والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن، يعني كل الناس المعنية كانوا موجودين تفقدوا المكان. طبعا المعمل الجنائي راح وجمع الأدلة وعمل الفحص، والنيابة جمعت مجموعة من العاملين اللي كانوا متواجدين وقت الحريق وأخذت أقوالهم، وإحنا في انتظار التقرير بتاع المعمل الجنائي. طيب اولا كويس انه مفيش حاجه من المعدات ولا الاجهزه ولا الاستوديو من الداخل حصل له حاجه، لكن يجي سؤال، بما انه في شركه منتجه هي اللي مسؤوله او بالادق هي اللي خسرت فلوس الديكورات دي، في الحاله اللي زي كده مين اللي هيعوض هذه الشركه؟ هل احنا يعني هنا الوزاره، ولا انه في جهه اخرى، او انه بيبقى في مبلغ تامين؟ يعني ايه اللي بيحصل في الحالات اللي زي كده يا دكتور نيفين؟ أنا عايزة أقول لحضرتك بس حاجة، الديكور ده موجود من سنة 86 جوه المنطقة دي، ده متروكات يعني مش بتاع شركة بعينها. ماشي. هو متساب من أيام فيلم الجوع يا أستاذ يوسف. من سنة 89. أوكي. أيوة، ولا 86، من سنة 86. لما بتيجي شركة بتحتاج، شركة إنتاج تحتاج لوكيشن بتاع منطقة شعبية بتجدده على حسابها، وبيبقى ده من تكاليف الانتاج بتاعتها، يعني ما بيبقاش مملوك ليها. ايوه. ولما بيخلصوا التصوير بيسيبوه يمشوا، مش بتاع حد. مفهوم. مش بتاعهم. مفهوم. هي دي الفكره، انما في العموم طبعا الشركه التابعه لاداره الاصول السينمائيه مأمنه مع احدى شركات التامين الكبيره. كويس. على كل المواقع والاستوديوهات التابعه للشركه. كويس جدا. مين بقى يتحمل الخسائر؟ ده اللي هيحدده التحقيق بعد ما يعرف طبعا سبب الحريق وقام ازاي، واذا كان طبعا يعني في اسباب كتير جدا ممكن تكون للحريقه. شركات التامين ده شغلها بقى بعد طبعا ما بيطلع تقرير المعمل الجنائي بيشوفوا بقى، بيحددوا المسؤوليه، وبناء عليه لو كان في تكاليف بتدفع او تعويضات او كده بيحددها بناء على التقرير شركة التأمين. طيب عظيم جدا. بخصوص بقى الخسائر المدنية زي ما بيتقال، ألا وهي مجموعة العمارات اللي تضررت بسبب هذا الحريق، احنا شفنا التصريحات اللي قالها الدكتور مصطفى مدبولي انه هيتم صرف تعويضات على سبيل قيم إيجارية مؤقتة للسكان لحين ما يتم إعادة يعني تأهيل العمارات مرة تانية فتعود إلى سابق عهدها. ده المفروض يبدأ من امتى على حد علم حضرتك يا دكتور؟
هو ده بقى طبعا يعني ده شغل المحافظة مع وزارة التضامن مع التنمية المحلية، يعني كل واحد معني بالمنطقة بتاعته، ولكن دولة رئيس الوزراء وجه بأن ده يتم في أسرع وقت. عظيم جدا، انا بشكرك جدا دكتور نيفين، ويعني نتمنى ان احنا نسمع صوت حضرتك دايما ونشوفك في ظروف بالتأكيد تكون افضل من كده كتير. اشكرك جدا معالي الوزيرة، كل الشكر دكتور نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.